بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أبنائي الطلاب، بنات الطالبات، مستوى ثاني إدارة أعمال جامعة اليمن، مادة مشاريع صغيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف إياكم محاضرتنا الإلكترونية لاستكمال ما تبقى من محاضرات منهج أو مفردات مادة إدارات مشاريع صغيرة. وصلنا معكم إلى موضوع بدء العمل التجاري وتأسيس مشروع صغير. في هذا الموضوع نقول أنه قد يلجأ الفرد أو الأفراد المعنيين بالعمل التجاري إلى إنشاء مشروع تجاري بدل اللجوء إلى شراء مشروع جاهز، إلا أنه يوجد لكل منها مزايا وعيوب خاصة، وسيتم التطرق لها لاحقاً في موضوع عيوب ومزايا شراء مشروع قائم أو تأسيس مشروع جديد. فإذا رغب الأشخاص أو أصحاب العمالة التجارية في تكوين مشروع جديد، يتوجب عليهم أن يمروا بعدد من الخطوات المتسلسلة من أجل اكتساب القدرة على الإنشاء والإدارة وعيوب ومزايا ذلك المشروع بطريقة فعالة. من هنا نستطيع القول أن خطوات بدء العمل التجاري دائماً أساساً على ما يسمى بالخطة التسويقية. الخطة التسويقية والتي تعني إعادة الإعداد المسبق والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية لكل النقاط التي تمثل خطوات رئيسية لإنشاء مشروع صغير، حيث تتمثل هذه الخطوات في الآتي: 1- دراسة جدوى السوق للسلعة أو الخدمة المنوي تقديمها، حيث من الطبيعي أن تقوم البحوث التسويقية حول الأوضاع التسويقية ممثلا بالأسعار السائدة والمتوقعة والطلب المتوقع عليها من قبل المستهلكين والحاجات والرغبات والأذواق والمنافسين إلى آخر ما هنالك من متطلبات دراسة جدوى السوق للسلعة المعينة. ووصف استراتيجية التسويق. استراتيجية التسويق لها وصف معين تقوم على عملية البحث بهدف اقتناص الفرص السانحة، والتي ترتكز على ما يلي: 1- عملية التوسع أو ألف عملية التوسع وإنشاء فروع إضافية وإيجاد حاجات ورغبات غير مشبعة للعمل على إشباعها. بمعنى أنني أدرس السوق، أشوف ما هي الحاجات التي غير مشبعة بالسوق، السوق محتاج إليها، هناك طلب زائد متكرر على هذه السلعة، فأعمل على إنشاء مشروع يغطي النقص أو الحصة السوقية الذي تشكل فجوة سوقية. 2- إمكانية إدخال سلعة أو خدمة جديدة لكي تلبي حاجة السوق. عند دراستي للسوق ذهبت إلى السوق، عملت دراسة جدوى وتقصيت السوق، وجدت أن هناك في سلعة أو خدمة الجمهور متعطش لها، مش موجودة، لم ينتبه لها أي من المستثمرين السابقين، فما عليها إلا أن أقوم بإدخال السلعة أو الخدمة الجديدة التي تلبي حاجة السوق. وهناك مؤشرات عديدة هنا من أجل تقييم الجدوى التسويقية، يتمثل أهمها في ما يلي: تحديد المكان الصحيح للعمل التجاري، والذي قد يكون السبب الرئيسي في نجاح واستمرار المشروع أو العكس أو فشله، وسيتم إعطاء هذا الشيء نوع من التفصيل لاحقا بعنوان دراسة الموقع التجاري أو اختيار الموقع المناسب للمشروع المنوي عمله. ويتطلب ذلك الألف ما يلي: معرفة السلعة أو الخدمة التي سيتم تقديمها من حيث مميزاتها، عيوبها، كيفية استعمالها، العلامة التجارية التي ستوضع لها، إمكانية تطويرها، فكرتها الرئيسية، درجة تقبلها من المستهلكين، اتجاه النمو السكاني في تلك المنطقة، معرفة ما زبائن المشروع من حيث صفاتهم، عددهم، اتجاه نموهم وفئاتهم ودوافعهم الشرائية، تكرارهم الشرائي، كمية الشراء، ولاءهم، انتماءهم لمنطقة تجارية معينة، رغباتهم، مدى التزامهم الأخلاقي والأدبي تجاه أصحاب المشاريع. 2- معرفة المنافسين للمشروع. هناك مجموعة من المنافسين في السوق، ليس لحالك، أنت في سوق المنافسة الكاملة، لأن احنا نعمل في بلدنا
نظام الاقتصاد الحر أو النظام الرأسمالي الليبرالي. أيضا هناك معرفة المتنافسين والمنافسين للمشروع أمر ضروري ومهم، مهم جدا حتى لا يفشل المشروع، تفاجأ بعد إعداد المشروع أن المنافسين لك كثيرين من حيث، وأيضا أقوى منك وأكبر منك ولديهم إمكانيات أكثر منك، مما يجعل فرصتك في النجاح قليلة. احنا بندرس المنافسين من حيث عددهم، حصصهم السوقية، معدلات النجاح والفشل بينهم، معايير تقييمهم بالنسبة للمشروع، الحصة المتوقعة للمشروع السنوات القادمة، هل ستكون أفضل، حجم المبيعات، هل ستتطور، حجم المبيعات المتوقعة، تقديرات التكاليف الكلية، وذلك لإمكانية إعداد خطة مالية متكاملة. العنصر الثاني أو ثانيا وصف التوقعات بعد دراسة الجدوى السوقية، وصف التوقعات في جانب من جانب الزبائن إلى مكان العمل إلى مكان المشروع. فالهدف هنا إيصال المشتري لاتخاذ قرار الشراء لإحداث عملية البيع. فالبيع هو العنصر الأساسي في العملية التسويقية، والذي يعني إيصال كلمة إلى الزبون المحتمل من خلال الإعلان والترويج عبر عدة وسائل. ومن الأمور والسياسات الرئيسية الأخرى المتعلقة بعملية البيع التي يتوجب مراعاتها أثناء إعداد الخطة التسويقية للعمل التجاري ما يلي: ألف، السياسات المتعلقة بالسلعة من حيث تصميم السلعة الخاصة، الأصناف الموحدة، الخط الموحد وخط موحد واسع، المنتوجات، مستوى الجودة، الأسعار، كيف سيتم الضمانات، الكفالات، واتجاه السلع المرتجعة والشكاوي والتعديلات، وإمكانية تلبية الطلبات الصغيرة وطلبات الحجم الكبير. باء، السياسات التسعيرية من حيث الهيكلية السعرية، إعداد السعر التنافسي، أساس منح الخصومات والفئات المستهدفة الذي سنسوق لها، سنبيع لها، هل سعر الجملة أم سعر التجزئة، هل للبيع بالقطعة أم بالترزن أم، وهكذا. جيم، سياسات خدمة الزبائن من حيث إمكانية تقديم خدمة مجانية للعملاء، الخدمات مقابل مثلا التصليح، التركيب، التدريب، التشغيل، خدمات ما بعد البيع، خدمات أثناء البيع وغيرها. دال، سياسات الائتمان، معنى سياسة الائتمان من حيث إمكانية استخدام البطاقة الائتمانية، شروط الائتمان، ما هي الشروط التي ستفرضها أنت أثناء البيع، هل ستكون شروط مقبولة أم شروط مجحفة، أم أن هناك من ينافسك في هذا الجانب. سياسات الإعلان وترويج المبيعات من حيث الأشكال الترويجية، والميزانية المعدة للإنفاق على الوسائل الإعلانية، الحملات الدائمة والمؤقتة إلى آخر ذلك، إلى آخر ما هنالك من العمليات التسويقية أو عمليات المنافسة من قبل الآخرين. العنصر الثالث أو ثالثا الحصول على التسهيلات المادية ووضع التصميم الداخلي للمشروع. هذا في حد ذاته يتطلب حس تجاري كافي من أجل، فمن أهم الموارد الأمور المادية الذي يجب الانتباه لها أثناء بدء العمل التجاري، لابد من أن تبقى أثناء تصميم المبنى، حيث أن المبنى يجب أن يتم تصميم بمراعاة عدة أمور، أهمها الوظيفة الملائمة، القاعات الملائمة، المداخل الملائمة للزبائن، سهولة وصول الزبون إلى الحركة الداخلية، احتياجات المساحة الخالية المستقبلية، المظهر بمعنى الديكور، بمعنى الريسبشن، المظهر من حيث الاستقبال، ميزات البناء، الاستثمار من حيث التصميم المناسب، بحيث إنك تعمل مبنى يناسب عملك التجاري، يناسب نوعية السلعة ونوعية الخدمة التي ستقدمها. اثنين، المعدات، يجب معرفة الأنواع اللازمة من المعدات وتكاليفها وإمكانية توفيرها. ثلاثة، التصميم الداخلي بمراعاة درجة الملائمة، تكاليف إعداد وتهيئة المكان والمعدات. ثلاثة قلنا المعدات. أربعة، الحصول، أو رابعا، احنا في العنصر الرابع
الحصول على المخزون الافتتاحي أو المخزون الأولي لبدء العمل التجاري وتقدير الاحتياجات المستقبلية من المخزون، حيث يتوجب الاحتفاظ بما يكفي من المخزون قبل البدء بالعمل التجاري، حتى لا تعمل لي شهر قال كمل، أسبوعين قال كمل المخزون، وأن الزبائن ينتظروا. هذه من الأشياء التي تعمل على إنشاء المشروع في بداية إنشائه. يتوجب الاحتفاظ بما يكفي من المخزون قبل بدء العمل التجاري، وذلك فترة واحدة من دوران المخزون. فالمخزون يمثل الاستثمار الرأسمالي الرئيسي في مجال تصريف البضائع في كثير من المؤسسات التصنيعية والخدمية، حيث أن المخزون لا يقتصر على المواد الخام والسلع المشترى من أجل إعادة البيع فقط، وإنما يمتد إلى أمور أخرى كالمعدات والتجهيزات ومعدات الصيانة وغيرها. ومن أجل مواجهة جميع متطلبات المخزون في المؤسسات الجديدة وخاصة تجارة التجزئة، فإن أصحاب المشروع التجاري يستطيع أن يختار بين القيام بعمل الترتيبات الرأسمالية للشراء من موارد أو من مورد أو من أصحاب امتياز رئيسي، اثنين أو ثلاثة أو ما يسمى اثنين الذي الاشتراك مجموعة تعاونية للشراء، ستة البقاء حرا. وهنا يجب مراعاة عدة أمور بالموردين، منها السعر، شروط الدفع المسبق، الخدمات، الإرشادات، التعويضات، الخصومات، والقدرة على التسليم إلى آخره. لن ندخل في أمثلة رياضية أو أشياء قد لا تنتبه لها أنتم، فإنما سننتقل إلى النقطة الخامسة أو خامسا، تعيين الموظفين الضروريين من حيث وضع التنظيم الإداري. هنا في بدء العمل التجاري النقطة الخامسة هي تعيين الموظفين الضروريين ووضع التنظيم الإداري المناسب، بمعنى يعكس التنظيم الإداري في عملية التعيين والتدريب والترقيات والنقل والمكافآت للموظفين استنادا على عمليات تتمثل في الآتي: 1 تحديد الوظائف المطلوب إنجازها، 2 اللي هو أنا مكتوب 8، 2 إعداد الوصف الوظيفي والمواصفات الوظيفية بعد تحديد تلك الوظائف، 3 تعيين أشخاص معنيين في كل وظيفة بحيث يتحمل كل شخص مسؤولية عمله، بمعنى أنه هنا توصيف وظيفي أو تحديد الأعمال في الهيكل الإداري المراد للمشروع، حيث يقصد بالوصف الوظيفي تحليل العمل إلى مواصفات الموظف المناسب من خلال المهارات والجهد والخبرة والمعرفة. أيضا يقصد بالتقييم الوظيفي تحديد الأهمية النسبية لكل وظيفة وبالتالي راتبها وأجرها واستحقاقها، حيث يتم تقدير تكلفة الأجور لسنوات قادمة بعد تحويلها إلى تقديرات شهرية أو فصلية بهدف المساعدة في إعداد الموازنة الخاصة بالمشروع أثناء بدء العمل التجاري وتقدير المتطلبات المالية. وهذا ينبغي الإشارة إلى أن عملية تحليل العمل التجاري تقوم على 3 خطوات رئيسية، وهي ما يلي: الخطوات الرئيسية في تحليل العمل التجاري: وضع قائمة بكلفة الأعمال المطلوب إنجازها، 2 تجميع المهام والواجبات مجموعات مرتبطة بتبويب الوظائف مثل وظائف البيع والشراء والسجلات، والجانب المالي يبوب لحالة الجانب البيع لحالة الجانب الشراء أو الاستثمار لحالة كله، وضع كل مجموعة في المكان المناسب ضمن أقسام رئيسية 3 للإنتاج والتوزيع والشؤون المالية أو الوظيفة المالية. تعيين المهام الوظيفية، حيث تتم هذه من خلال 4 طرق: ألف تعيين المهام الإدارية الأكثر أهمية لكل مدير حسب قدراته وتفضيلاته، باء احتساب عدد الموظفين الذين يحتاج إليهم إضافة لمجموعات المدراء وتحديد واجباتهم حسب قدراتهم وتفضيلاتهم أيضا، جيم تسجيل التنظيم النهائي للموظفين ووظائفهم بكل قسم أو إدارة، دال التأكد من أن كل شخص موظف مسجل قد فهم الواجبات المطلوبة منه
سادساً تحديد شكل التنظيم القانوني، تحديد الشكل الإداري أو الهيكل الإداري، تقسيم الوظائف وتبويبها. ننتقل إلى جانب آخر مهم في أي مشروع تجاري، لابد من تحديد شكل التنظيم القانوني والاختيار الشكل القانوني المناسب. ولاختيار الشكل القانوني المناسب لأي مشروع تجاري ينبغي مراعاة ما يلي: واحد، مراعاة إمكانية تغيير هذا الشكل بعد اختيار ما ينشأ عنه من التزامات ضريبية. ب، إعداد وإرفاق نسخة من العقد التأسيسي والنظام الداخلي لاتفاقية الشراكة. ج، مراعاة المتطلبات القانونية في تسجيل ودفع رسوم التأسيس، لأن تأسيس الاسم التجاري للشركة أو للمشروع أو للعمل التجاري المراد مزاولته. د، الحصول على رخصة مزاولة العمل، ما يسمى بين قوسين الترخيص. مثلا في كل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية أو في كل محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية تحتاج إلى رخصة مزاولة من السلطة المحلية أو من المكان الذي تشتغل فيه. هذا يعني عامل مهم، بدل ما تصطدم مع الجهات الرسمية في المحافظة أو في الولاية. سابعاً، مراجعة الأخطار، وهذه من النقاط الهامة عند بدء العمل التجاري، مراجعة الأخطار التي قد تتعرض لها الموارد المادية والموارد البشرية والإنسانية في العمل، وكيفية مواجهة تلك الأخطار، حيث يتوجب عند البدء في العمل التجاري عدم البدء بالعمل التجاري دون وجود تغطية تأمينية مناسبة، أي تحديد التأمين المناسب من حيث النوع والكم والكيف، وتحديد حجم الخسارة التي يمكن أن تتحملها الشركة أو يتحملها المشروع، حيث يتم ترتيب الأخطار حسب أولوياتها على النحو التالي. الخلاصة أن هذه النقطة تتمثل في مراجعة الأخطار، توقعات الأخطار المادية والبشرية والإنسان الذي قد يتعرض لها المشروع، لأن أي مشروع هو في يشتغل في بيئة، والبيئة ليست ضمانات كاملة، لابد من أن يكون عندك توقعات أو استعدادات لأخطار قد تتعرض لها في المستقبل أثناء بدء العمل. هذه الأخطار ينبغي أن يكون هناك جانب، يعني مبلغ تأميني لمواجهة هذه الأخطار حتى لا يتعثر المشروع عند أول وقوع في الخطر. فمن الأخطار الذي يمكن أن تحصل للمشروع أثناء بدء العمل التجاري، أخطار حاسمة يجب تغطيتها وتتمثل بالخسائر التي قد تتسبب بإفلاس العمل التجاري إن لم تكن هناك لدى المنظر للمشروع يعني قدرة على التوقعات لأخطار المحتملة. أخطار مهمة يفضل تغطيتها وتشمل خسائر قد لا تؤدي إلى الإفلاس، هي أقل وأهون من الأولى ولكنها تظل أخطار قد لا تؤدي إلى الإفلاس العمل التجاري، ولكن تفرض عليه الاكتراض من أجل استمرار العمل التجاري. أخطار غير مهمة يمكن تغطيتها داخليا واعتبارها كمصروفات تشغيلية، وتشمل الخسائر التي لا تفرض على المشروع الاكتراض من أجل الاستمرار يغطيها من خلال عمله اليومي. تقسمنا الأخطار إلى ثلاثة: حاسمة قد تؤدي إلى الإفلاس، وهذه لازم يكون هناك مبلغ تأميني. أخطار مهمة يفضل تغطيتها وتشمل خسائر لا تؤدي إلى الإفلاس وإنما قد تؤدي إلى الاقتراض. أخطار غير مهمة ويمكن تغطيتها عن طريق مصروفات تشغيلية تشمل الخسائر. هذه النقطة الثالثة هي أهون الأخطار. وبعد ذلك سيتم تعيين الأخطار المرغوب تغطيتها ومبالغ التأمين لكل منهما هذا، وسيغطي هذا الموضوع حصة من الشرح والتوضيح في الفصول القادمة أثناء تناولنا للتأمين والأخطار. ثامناً، أو النقطة الثامنة في بدء عمل تجاري أو بدء مشروع أو تأسيس مشروع جديد، وضع تقديرات المتطلبات الرأسمالية المبدئية للعمل التجاري وتكاليف تأسيسه وتكاليف تشغيله، حيث يتوجب أن يكون رأس المال المبدئي كافي لتغطية النفقات التشغيلية النقدية بما في ذلك الضرائب لفترة دوران واحدة بعد بدء العمل التجاري،
وهي الفترة الكافية لبدء العمل لبدء وهي الفترة الكافية لبدء عودة الأموال من خلال دفعات الزبائن. بمعنى أننا أول ما أبدأ العمل يعني بنبيع نقدا أو بأجل. هذه تعمل عمل الدوران، دوران واحدة في بدء العمل التجاري، بمعنى أن الفترة الكافية لبدء العمل عودة الأموال من خلال دفعات الزبائن الذي سيتم توريد المبالغ الدائنة الاحتياجات الرأسمالية الطويلة والقصيرة في الأجل، يتوجب إعدادها بدقة وإيجاد مصادرها قبل بدء العمل التجاري، بحيث يتوجب على المنظم أو المجهز للمشروع أن يراعي توفير ما يكفي من رأس المال العامل وإيجاد الاحتياطات النقدية الضرورية لمواجهة المصروفات الغير متوقعة خلال الفترة الأولى من بدء العمل التجاري، حيث أن الكثيرين يرون بأنه إن وجد خطأ في التقديرات للاحتياجات المالية أو رأس المال الكافي لبدء العمل التجاري، فإن الخطأ بسبب المبالغ. كما يقول في عالم التأمين، من الأفضل أن يكون لديك وإن لم تحتاج إليه، بدلا من أن تحتاج إليه وليس لديك في خزنتك مالا. فيجب أن يكون هناك مبلغ لمواجهة الحالات الطارئة والاضطرارية. السيولة النقدية لدى المشروع لازم أن تكون موجودة، خصوصا في بدء العمل التجاري. تاسعا، وضع قائمة مصادر الأموال المخطط استخدامها والكمية المبدئية المتوقعة للحصول عليها من كل منها، حيث أن الصعوبات في الحصول على التحويل تنشأ غالبا من عدة أسباب متجانسة، مثل عدم معرفة المصادر المتوفرة للأموال أو عدم وجود عرض مقنع إلى المستثمرين، الفشل في التخطيط، إلى آخر ما هنالك. لذلك يجب على أصحاب المشاريع التجارية أن يحصلوا على الإرشادات من ذوي الخبرة، ومن المهم أيضا بناء علاقات وثيقة مع المقترضين والمستهلكين وما إلى ذلك. النقطة العاشرة في تأسيس العمل التجاري أو المشروع التجاري، إعداد ميزانية افتتاحية للعمل التجاري تركز على تقديرات متطلبات رأس المال المبدئي. هذه النقطة تعتبر في غاية الأهمية، أنه يكون لديك ميزانية افتتاحية للعمل التجاري تركز على تقديرات قريبة من الواقع حول رأس المال المبدئي. وبافتراض النجاح في الحصول على الأموال من المصادر السابقة والتنبؤ بالدخل والتكاليف والربح، واعتماد على ما سبق ذكره مثل إعداد قائمة الأرباح والخسائر وما إلى ذلك، يكون لديك تقديرات كافية تؤهلك بعملية إفتتاح العمل التجاري بنجاح. النقطة 11 والأخيرة، تقريبا الأخيرة في بدء العمل التجاري، القيام بإعداد بيانات الدخل الشكلية للسنوات الثلاث أو الخمس من بدء العمل التجاري. هناك لازم أن يكون لديك بيانات دخل شكلية تقديرية لسنوات ثلاث أو خمس سنوات من بدء العمل التجاري. تعمل تقديرات إنه مثلا من خلال دراستك للسوق أو الدراسة الجدوى السوقية، توقعت أنه هناك سيكون دخلك الشهري دخلك السنوي في السنة الأولى كذا، في السنة الثانية كذا، في السنة الثالثة كذا، وأحيانا تمتد إلى 5 سنوات، سواء كانت مصروفات تشغيلية ثابتة كالإيجارات أو الهاتف أو الإعلان أو هذه مصروفات متغيرة كالرواتب، الإعلانات، الصيانة، يعني هذه أمثلة كلها، يعني تقدير ل3 سنوات إلى 5 سنوات. يمكن أيضا أن نضيف المصروفات التشغيلية على أساس وظيفي، مثل مصاريف البيع والمصاريف الإدارية وغيرها، إلا أنه يجب تبني أسلوب تصنيف موحد للمصروفات. النقطة 12، لا زال لدينا من النقاط ثانية نقطتين فقط، هي 12 و13 و14. ال13 إعداد وتقدير التدفقات النقدية الشهرية أو الموسمية الأخرى لكل السنوات الثلاث والخمس من بدء العمل التجاري.
بحيث تبين المقبوضات والمدفوعات أعداد الميزانية بهدف بيان مدى الحاجة إلى الحاجة من الأموال أو المكاسب الزائدة أو الأموال الزائدة عن الحاجة، أو أن المشروع يحقق أرباحاً أم يحقق خسائر. هذه إعداد التقدير للتدفقات النقدية والشهرية أو الموسمية. أحياناً يكون مشروعك التجاري يعمل بشكل موسمي، كمحلات الملابس الجاهزة الذي تشتغل أثناء المواسم، أثناء مواسم الأعياد أو أثناء مواسم بدء العام الدراسي. هذه عملها موسمي، تدخل لك في خلال بدء الموسم، خلال في شهرين أو شهر أو 3 أشهر، ما يقدر دخلها في بقية شهور السنة التسعة الأخرى. فهذه لازم تكون عندك تقديرات لها وعندك قدرة على تغطيتها، من حيث المخزون، من حيث العمال، من حيث الطلبات، من حيث كذا. فهذه طبعا العمل التجاري هو يعلمك هذا الأمر من خلال التجربة. النقطة 13، إعداد ميزانية شكلية للسنوات الثلاث أو الخمسة الأولى. من حيث الأولى من العمل التجاري لازم يكون هناك لديك ميزانية، ميزانية أرباح وخسائر، ميزانية متكاملة. النقطة 14 والأخيرة، الاحتساب النسب المالية لكل سنة ضمن البيانات المالية التي تم إعدادها بهدف تقييم المشروع. هل المشروع ناجح؟ هل المشروع يحقق أرباح؟ هل الأرباح كافية؟ هل هو بالنسبة للمستثمرين يناسب توقعاتهم، أم هو أقل من التوقعات أم أكثر؟ وهذه من الضروريات والضرورية والأهم مكان، بحيث أصحاب المشروع يأخذوا صورة كاملة عن طبيعة عمل المشروع وعن مستوى دخله وعن أرباحه وعن خسائره وعن هذه النقاط 14 الذي سبق سردها. هي تمثل أساسيات بناء أو بدء عمل تجاري وتأسيس مشروع تجاري جديد. الخطوة الثانية أو المحور الثاني من هذه المحاضرات، التي سنتناول فيها المحور الثاني في هذه المحاضرات اللي هي خطوات تأسيس مشروع صغير. بناء على ما سبق ذكره، يتضح لنا من خلال النقاط 14 الماضية أن هناك بعض النقاط المهمة الأخرى التي يتوجب التركيز عليها أثناء التفكير بتأسيس مشروع صغير. وهذه النقاط هي قد تكون هنا من 5 إلى 6 نقاط على النحو التالي: 1. تحديد طبيعة العمل المشروع واختيار الموقع المناسب من حيث القرب من الموردين والمواد الخام والحلقات التوزيع الأخرى وغيرها وغيرها. هذه النقطة في غاية الأهمية، لأن اختيار الموقع المناسب للمشروع قد يكون عامل حاسم في عملية نجاح المشروع أو عملية أو فشله أو إفلاسه أو تحقيق أرباح. عندما يكون الموقع مناسب، قريب من السوق، قريب من الزبائن، قريب من المواد الخام، قريب من العمال، قريب من وسائل المواصلات، هذه كلها عوامل تزيد من فرص الربح. والعكس. 2. دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد رأس المال اللازم للعمل ووضع استراتيجية تسويقية مناسبة. أيضا هذه أو قد ألقينا عليها نظرة سابقا، على أن نجد الجدوى الاقتصادية وتحديد رأس المال اللازم والمخزون الأولي، وضع استراتيجية تسويقية للمنتجات التي سينتجها المشروع. لابد أن يكون لدى المسوق أيضا خطة استراتيجية للتسويق، بحيث يكسب حصة سوقية، يكسب زبائن، يكسب مستهلكين جدد من خلال دراسة الجدوى الذي قام بها. دراسة جدوى البشر، جدوى السوق، جدوى البضائع، جدوى الموردين، هذه دراسة جدوى متكاملة فنية تسويقية إلى ما هنالك. 3. اختيار الشكل القانوني للمشروع. هذا من أهم العناصر الذي يجب مراعاتها عند تأسيس مشروع جديد، أن يكون هناك شكل قانوني للمشروع، ويكون هناك ترخيص لمزاولة عمل من قبل الجهات المختصة الذي تمكن بدل ما يدخل في معارك أو مشاكل لا طائل منها مع الجهات المختصة قد تؤدي إلى إغلاق المشروع وبالتالي فشله. فاختيار الشكل القانوني للمشروع ومراجعة الجهات المعنية بالتراخيص
والحصول على موافقة لمزاولة عمل أمر مهم للبدء في عمل تجاري. 4، اختيار الاسم التجاري. الاسم التجاري مهم، العلامة التجارية مهمة. هذه الأشياء الذي يجب أن يكون هناك لدى المنظم أو المنظر أو صاحب المشروع رؤية لها، ووضع التنظيم الداخلي، التنظيم الداخلي والتسهيلات المادية للمشروع ومصادر رأس المال من أين سنمول، واختيار التأمين الملائم وإلى ما هنالك من أعمال في غالبها إداري وتنظيمي تعمل على نجاح المشروع أو فشله. تعيين الموظفين وتأمين المخزون الافتتاحي لبدء العمل، وهذه النقطة تكلمنا عليها في الجزء السابق، وأن المشروع بأن المخزون الأولي في غاية الأهمية بحيث يبدأ المشروع بنجاح وكفاءة وقدرة على تلبية حاجات زبائنه وحاجات السوق الذي يعمل فيها. 6، الإعلان عن المشروع وبدء العمل مع مراجعة دورية للأخطاء خلال تقديم السلع والخدمات للجمهور، مع مراجعة تقدير التدفقات المالية، وكذلك مواكبة التكنولوجيا والمتغيرات العلمية السائدة. هذه بالنسبة للمشروع أيضا نقطة مهمة، لأنه مراجعة الأخطاء بشكل دوري يحدث تقييم للسلع، إصلاح ما في، لأنك تدير السوق وطلبات جمهور، طلبات متغيرة، طلبات متعددة، يجب أن يكون هناك عندك من خلال خدمة الجمهور دراسة تقييم للسلع والخدمات التي تقدمها، مع مراعاة التدفقات المالية. التدفقات المالية، هل الزبائن أو العملاء الذي تدينهم أو تبيع لهم بالآجل سريعي السداد أم بطيء السداد، هذه يكون عندك أيضا صورة كاملة. هذه النقاط الست إضافة إلى ما سبقت ذكره، أو مجموعة أخرى من الأسباب التي قد تؤدي إلى نجاح المشروع الصغير أو فشله، والتي إلى جانبها هناك عوامل أخرى تنبع من البيئة الخارجية قد لا تكون محسوبة لديك لأنها جاي من البيئة الخارجية أصلا، مثل نقص العمالة المدربة، السوق تجي ما فيش ناس متعلمين غير مؤهلين، قد يكونوا مؤهلين جامعيا نظريا لكن ليس لديهم الكفاءة المهنية العالية، فيجب عليك أن تستعد لهذا بأن تعمل دورات تدريبية أو توظف ناس مؤهلين بشكل كافي للعمل أو لديهم خبرات سابقة. فهذه في نقص العمالة المدربة والمؤهلة تؤدي لك إلى نقص الفرص التمويل، أيضا تواجهك أيضا نقطة أخرى هي نقص فرص التمويل. مثلا عندك البنوك التجارية أو المصارف أو الجهات المقرضة والمانحة لديها تحفظات، ما تقدرش تغطي تكاليفك الكاملة التي كنت أنت واضع حسابك عليها، نظرا للمنافسة الشديدة على القروض والأعباء الضريبية، أحيانا يفرض عليك ضرائب كبيرة من الجهات المانحة. أيضا قد يحدث ركود اقتصادي، يكون عند الناس حالة شحة مالية، عدم سيولة، هذه أشياء لازم تعمل حسابها، فأنت تكون أنت عامل لمثل هذه الأشياء وهذه الأمور التي قد تواجهك حتى لا تصاب بالإحباط أو يتعثر مشروعك التجاري. في هناك ميزانية لديك قلنا لمواجهة الطوارئ، لمواجهة مثل هذه الأمور. ويلاحظ بأن عدد قليل من أصحاب الأعمال التجارية يعزون أسباب فشلهم إلى الإدارة السيئة. كثيرا من أصحاب المشاريع عندما يفشل مشروعهم يقعد يقول هذا بسبب الإدارة، الإدارة ليست مدربة وليست، يعني يبحث عن شماعة، وهي قد تكون عيوب نقص الاستعداد أو عيوب شخصية فيهم، بينما الأغلبية يعزون ذلك إلى أمور أخرى مثل شدة المنافسة في السوق، الموقع غير مناسب، العمل غير ملائم، العمال ليسوا مدربين، كل الأشياء التي ذكرناها هي ما عمل لهاش حساب، ويرجع يقول إنه هذه الأشياء هي سبب في عملية فشل المشروع. نقول هنا عوامل النجاح في إدارة المشروع الصغير. نتكلم هنا عن عوامل النجاح، ما هي عوامل النجاح في أي مشروع صغير أو في أي عمل تجاري بادئ؟ من أسباب نجاح أو فشل العمل التجاري، يعني هما وجهان لعملة واحدة ذاتها، إن القدرات والمواهب الشخصية والإدارية التي يكتسبها أصحاب الأعمال وأصحاب المشاريع
كالقدرة على التوجيه والقيادة وحفز العاملين، وكذلك القدرة على تقبل المهام التي توكل إليهم. هذه كلها عوامل قد تؤدي إلى نجاح المشروع، لأنه أصحاب الأعمال عندهم فطنة، عندهم ذكاء، عندهم قدرة على مواهب شخصية، على الإدارة، على تحفيز العمال، توجيههم، وكذلك قدرتهم على تنفيذ المهام، والقدرة على اكتساب الثقة والمحافظة عليها. بل إن هناك من الأعمال ما يتطلب من أصحاب المشاريع أن يكونوا على درجة عالية من الفطنة. فكما ذكرنا سابقا، فإن النقاط المعاكسة لأسباب الفشل تعتبر من مقومات النجاح للمشروع الصغير، ويمكن الإشارة إلى أهم تلك النقاط بما يلي: واحد، بعدد من النقاط يمكن إيجازها فيما يلي وعلى النحو الآتي: واحد، دراسة السوق بعناية فائقة وبدراسة وافية شاملة لكل متطلباته. اثنين، استخدام التخطيط الاستراتيجي الحكيم. ثلاثة، وجود الرقابة الإدارية والمالية والمادية الدورية بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد. وهذه نقاط في غاية الأهمية وضرورية، قد تؤدي إلى النجاح، وإهمالها قد يؤدي إلى الفشل. أربعة، الاختيار الملائم للسلع والخدمات بحسب طلبات الزبائن وبحسب طلب السوق. خمسة، اختيار الموقع المناسب. ستة، صياغة السياسات السليمة والمتصفة بالمرونة النسبية للتكاليف مع المتغيرات. سبعة، بناء علاقات وطيدة مع الموردين. ثمانية، التمويل المناسب بأشكاله الداخلية عن طريق أصحاب المشاريع أنفسهم، الأرباح الدورية، أو عن طريق التمويل الخارجي عن طريق الاقتراض والحصول على المساعدة الحكومية. تسعة، مراقبة عملية منح الائتمان. عشرة، توسيع الحصة التسويقية وانتقاء البرنامج المناسب الذي الربح التسويقي. هذه النقاط لا أقول مهمة، ولكنها في غاية الأهمية. فدراسة السوق بعناية تعتبر من العوامل المهمة، إنك تعرف ما لك وما عليك، سوقك ماذا يتطلب، ماذا يريد، كم عدد المنافسين فيه، كم عدد الفرص الذي يمكن أن تستغلها. ايضا استخدام التخطيط الاستراتيجي الحكيم، لازم في اي عمل، في اي مشروع مهما كان، لازم يكون هناك عندك خطط استراتيجيه طويله المدى، متوسطه المدى، قليله المدى. وجود الرقابه الاداريه والماليه حتى لا تصبح العمليه عمليه عبثيه، من حيث ضمان الاستخدام الهادف، الاستخدام الامثل للموارد. الموقع الملائم والمناسب للمشروع من حيث قربه من السوق، من المواصلات، من الموردين. الاختيار الملائم للسلع، قد تكون السوق الذي أنت فيها تحتاج إلى سلع كبيرة، والسوق الآخر يحتاج إلى سلع متوسطة وسلع صغيرة، وهكذا. اختيار الملائم للسلع من حيث التغليف، من حيث الرونق، من حيث الشكل، من حيث الكمية، من حيث صياغة السياسات السليمة وتصل بالمرونة النسبية للتكاليف مع المتغيرات. سبعة، بناء علاقات وطيدة مع الموردين. الموردين عامل مهم، عندما تكون أنت علاقتك بالموردين علاقة جيدة سوف يلبوا طلباتك في الوقت المناسب، وعندما تكون علاقتك سيئة ولست ملتزم أيضا الموردين سيعاملوك بنفس المعاملة. التمويل المناسب بأشكالك، قد يكون تمويل داخلي وقد تكون عن طريق الاقتراض، عمل حسابك. مراقبة عمليات الائتمان، أيضا البيع والشراء والائتمان والعائلة، لازم أن يكون هناك مدروس، مش ائتمان مفتوح قد يؤدي إلى الإفلاس ويؤدي إلى انعدام السيولة داخل المشروع. توسيع الحصة السوقية وانتقال البرامج المناسبة الربح التسويقي. هذا وقد تم التطرق إلى نقطة هامة في هذا السياق تفيد بوجود العديد من المزايا والعيوب التي ترتبط بشراء مشروع صغير معروض للبيع مقارنة بعملية تأسيس مشروع صغير من البداية. ويمكن استعراض أهم تلك المزايا والعيوب كما يلي، الذي سندخل الآن إلى موضوع جديد اسمه مزايا وعيوب شراء مشروع صغير أو مشروع قائم أو تأسيس مشروع جديد. يمكن للمستثمر في مشروع صغير اختيار أحد بديلين: إما شراء مشروع
دائم أو المباشرة بتأسيس مشروع جديد، وهناك مزايا وعيوب لكل منهما. فشراء مشروع صغير له مزايا، من مزايا شراء مشروع صغير مقارنة بعملية تأسيس مشروع جديد: واحد، أن عملية شراء مشروع ناجح قد يؤدي إلى احتمالية نجاحه واستمراره. اثنين، قد يكون موقع المشروع مناسب. ثلاثة، قد توفر العاملين المدربين المؤهلين لدى المشروع، والذي يمكن للمشروع من بناء علاقات وطيدة معهم. أربعة، توفر مكائن ومعدات تم نصبها في مكان العمل، وبطاقة إنتاجية معروفة ومجربة. خمسة، توفر المخزون المناسب لمباشرة العمل. ستة، إمكانية الحصول على الائتمان التجاري بالاسم التجاري السابق، مع مراعاة العلاقة الطيبة التي بناها صاحب المشروع مع الغير، والتي تعتبر من أهم الركائز الداعمة لنجاح المشروع القائم الذي سيتم شرائه. سبعة، إمكانية الحصول على الإيرادات مباشرة من أول يوم العمل، بحكم إمكانية البدء بالعمل وليس الانتظار للتأسيس الذي قد يتطلب منك وقتا كبيرا، وقتا غير محسوب النتائج. فهناك إيرادات وأرباح سريعة متأتية من عملية مباشرة العمل التجاري من أول يوم الشراء. ثمانية، إمكانية الاستفادة من سمعة المالك السابقة ومما لديه من خبرة. تسعة، إمكانية اغتنام فرصة الشراء بتكلفة أقل من المالك الذي يرغب بالبيع للمشروع. هذه هي النقاط التسع الهامة التي يمكن أن يستفيد منها من أراد شراء مشروع صغير قائم وجاهز، لأنه فرص نجاحك تكون مناسبة وأفضل، خصوصا عندما يكون المشتري حصيف وعنده قدرة على التفاوض، قدرة على دراسة السوق ومعرفة مكان وموقع المشروع. أيضا يكون هناك لديك عاملين مدربين جاهزين، أيضا المكائن منصوبة في أماكنها، وطاقة الإنتاجية معروفة وعملها معروف ولديها تجربة، المخزون موجود، إمكانية الحصول على ائتمان تجاري من خلال السمعة الطيبة التي اكتسبها المشروع، إمكانية الحصول على إيرادات من أول يوم، إمكانية الاستفادة من سمعة المالك، إمكانية اغتنام فرصة الشراء بتكلفة أقل لو أردت أن تؤسس مشروع جديد. هذه كلها المزايا الذي شراء مشروع قائم. طبعا قد يكون هناك عيوب لشراء مشروع قائم. من أهم هذه العيوب أنه قد يكون المشروع معروضا للبيع بسبب عدم قدرته على تحقيق أرباح، يعني أن المشروع بيبيع صاحبه لأنه ما قدرش يحقق أرباح، وكذلك قد لا يكون ظاهرا للغير. ما يقول لك شنو ما بنبيع على أساس أنه ما قدرش حق أرباح المشروع، ما قدرش حق أرباح، ما بش عندي إنتاجية عالية، بس يتلاعب لك بسجلاتي، يوهمك أنه هناك أرباح كبيرة بيأتيها المشروع، أنه هناك وهناك كذا كذا كذا، يجعل المشتري يسير لعابه ويشتري بدون، خصوصا عندما لا يكون لديه يعني خبرة سابقة ودراسة جيدة للمشروع، فقد يوقع ويغتر ولم يكن يمتلك قدرة على التفاوض. لكن هناك عوامل يجب مراعاتها عند شراء مشروع جديد، مشروع قائم، عندما شراء مشروع قائم حتى لا يتسبب في فشل المستثمر. من الأسباب، العوامل التي قد تكون سبباً في فشل المشروع القائم عند شرائه: واحد، عدم توفر القدرة والمواصفات المطلوبة للعمل لدى العاملين الحاليين في المشروع، مما أدى إلى أن صاحبي يريد أن يبيعه، لا يوجد عمالة ماهرة ولا مدربة. أيضا المكائن ليست بالشكل المطلوب وليست بالجودة المطلوبة. الموقع لا يكون مناسب. هذه أشياء كثيرة يجب أن يضعها المشتري في حسابه. اثنين، سمعة المالك السابق السيئة في العمل، أو كون علاقته سيئة مع الموردين أو مع العملاء أو مع العمال داخل المشروع، حيث أن جميع هذه الأمور لا تظهر في التقارير المالية والمحاسبية ولكنها تؤثر سلبا على العمل. إمكانية كون الموقع غير ملائم في البداية، وأن أصبح غير ملائم بسبب بعض المتغيرات في العوامل البيئية المحيطة كالقيود الإدارية وأثرها على نجاح المشاريع
والتي سيتم التطرق إليها لاحقا، لأنه إمكانية الموقع عندما بنى صاحبه المشروع بناه في وقت كان هناك الموقع ملائم، حدثت متغيرات بيئية مثلا تغير في بيئة المكان، تحول إلى التصحر، تحول إلى كارثة بيئية، زلزال، أي حاجة غيرت أهمية موقع المشروع، فأصبح المشروع غير مجدي، تم نقل السكان من مكان إلى آخر، إلى وهذه كلها عوامل تؤدي إلى فشل المشروع. خمسة، إمكانية وجود مكائن ومعدات غير ملائمة للعمل من حيث التقادم والأهلاك والإهلاك لا والإهلاك، كل هذه عوامل قد يتجاهلها المشتري، وهي أمور هامة في موضوع تحقيق الأرباح أو عدمه. قد يتجاهل المشتري في الأمور، أو قد لا تلجأ لاستشارة متخصصين، وذلك بهدف التعرف على العمر الافتراضي والاستهلاكي للآلات، مما سيؤثر لاحقا على قدرتها في الإنتاج وعلى نجاح المشروع نفسه. خمسة، صعوبة إدخال التغييرات والإبداع في العمل بسبب السياسات المتبعة التي أنتجها المالك السابق للمشروع، لأنه عنده عمل روتيني كل يوم، ما بيتحش الإبداع للعمال، بحيث يظهروا مهاراتهم ويطوروا من الإنتاج. ستة، قد يكون السعر المطلوب في المشروع أعلى من القيمة الحقيقية للمشروع، ومن هنا تأتي قدرة وخبرة المشتري على تقدير قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة كالسمعة والشهرة التجارية وغيرها، والتي تؤثر بزيادة قيمة المشروع النهائية، ومن ثم في النهائية، وقد تم بيان ذلك سابقا. سبعة، احتمالية كون المخزون متقادم أو منتهي الصلاحية أو غير صالح، وهذا يعني بأن القيمة الحقيقية أقل من القيمة التي تظهر في السجلات، سواء لأنه الظاهر لي في السجلات أن هناك عنده لديه مخزون بقيمة كذا كذا، والمخزون قد باقي يعني على وقت انتهاء الشهر أو شهرين، وهذا العمل التجاري طلب إلى 6 أشهر أو 8 أشهر أو إلى سنة، وهذه تمثل خسارة على المالك الجديد في النهاية. وكذلك احتمالية كون الحسابات المدينة أقل من القيمة الحقيقية لها، لأن هناك ديون معدومة ومن الصعب استرجاعها. هذه أهم العوامل الذي قد تؤدي العيوب الذي يمكن أن يتلافيها من أراد أن يشتري مشروع قائم. طبعا العيوب والمميزات بالنسبة لشراء مشروع قائم ذكرت، وها معكم إلا أن تسترجعوها بهذه الطريقة أو بطريقة مختصرة. المهم إنه حاولنا قدر الإمكان أن إحنا نوصل لكم المعلومة التي بإمكاننا وبقدراتنا توصيلها إليكم، ونتمنى أن تكونوا استوعبتموها، مع طبعا مع استمرار المذاكرة والمراجعة، يمكن تلخيصها الذي 8 نقاط ملخصها في 5 إلى 6 نقاط أو إلى 4 نقاط. طبعا مش مهم إنك تسرد لي 1 2 3، المهم إنك تعبر عنها بطريقتك أنت، سواء بطريقة سردية أو بطريقة فقرات، مش مهم السرد 1 2 3 4، أنا يهمني إنك تظهر لي القدرة على الفهم وتوصيل رسالتك. الموضوع الثاني أو الثالث في هذه المحاضرة هو تأسيس مشروع جديد. اللي قلنا على الأول اسمه بدء العمل التجاري، تأسيس عمل تجاري، وبعدين ذكرنا عيوب ومزايا مشروع شراء مشروع قائم. الآن ندخل في موضوع تأسيس مشروع جديد. تأسيس مشروع جديد، يلاحظ أن بعض الأشخاص المستثمرين يرغبون في بداية صحيحة وجديدة لمشروع تجاري خاص بهم، خاص بهم، مش مهم إنه يعني لازم إنه يكون مشروع قائم أو لا، يعني المشروع يكون خاص. قلنا تأسيس مشروع جديد، يلاحظ أن بعض الأشخاص المستثمرين يرغبون في بداية صحيحة لمشروعاتهم التجارية، ومن خلال إقامة مشروع خاص بهم. طبعا إقامة مشروع، ولكن كما يتبين لنا
أنه من الضروري قبل التفكير في تأسيس مشروع جديد أن هناك مساوئ وعيوب مقارنة مع مزايا ومساوئ مشروع قائم، من ثم انتقاء الشكل المناسب والذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. ومن أهم المزايا التي تنتج عن تأسيس مشروع صغير ما يلي: هناك مزايا، أهم هذه المزايا ما يلي: 1- تجنب السمعة السيئة السابقة لبعض المشاريع. هناك عندما تؤسس مشروع جديد، سمعتك أنت الذي بتصنعها، صبغتك أنت، بصمتك أنت، عاداتك وتقاليدك أنت، ماشي صاحب المشروع السابق. تتجنب سمعة سيئة لصاحب المشروع السابق. 2- وجود أفكار جديدة وإبداعات لديك أنت في مشروعك الجديد تستحق بداية جديدة، ولصعوبة تحقيقها في شراء مشروع قائم بنعمل على تأسيس مشروع جديد. 2- الشعور بالملكية، أو 3- الشعور بالملكية الشخصية للمشروع، وبالتالي اتسام طريقة العمل بالخصوصية بحيث أن المالك سيسعى إلى بذل أقصى جهد في من أجل إنجاح مشروعه وإثبات وجوده في السوق الذي يعمل فيه. أخيراً ذكرنا هذه المزايا الذي مزايا تأسيس مشروع جديد، وذكرناها إنه عددناها في 3 مزايا: لتجنب السمعة السيئة والإبداعات والأفكار الجديدة والشعور الذاتي لصاحب المشروع بالملكية الخاصة. ولكن أيضا هناك عيوب، عيوب عند تأسيس مشروع جديد قد لا يسلم كل أي عمل، في ميزات وفي مساوئ. هذه العيوب، عيوب تأسيس مشروع جديد، نقول هناك عدد من المساوئ التي قد تنتج من تأسيس مشروع جديد والتي سيتم اشتقاقها مما سبق ذكره، ويمكن إدراج أهمها كما يلي: 1- كلفة المكائن والمعدات الجديدة التي سيتم شراؤها للبدء بالعمل مقارنة بتكلفة المكائن والمعدات المستعملة في حالة شراء مشروع قائم. 2- مدى توافر القدرات والمهارات المطلوبة للعمل. عندما تأسس مشروع جديد، قد تكون المكائن الجديدة التي سيتم شراؤها للعمل لديها تكلفة كبيرة، تكلفة عالية في شرائها من المكان أو من المصدر الذي صنعها. أيضا المهارات المطلوبة لدى العمال ليست كافية، لابد من تدريب عمال على المكائن بمهارات عالية. 3- إمكانية بناء علاقات جيدة مع الموردين. أنت عندك تأسس مشروع جديد، عندك داخل السوق، لازم يكون هناك لديك علاقة جيدة وطيدة مع الموردين الذين سيمدوك بالمواد الخام من أجل توفير المواد بالسعر والكمية والجودة المناسبة، وخاصة في أوقات الندرة النسبية أو في أوقات الأزمات الاقتصادية. أيضا لابد من الحصول على خصومات معينة، خصومات تسهيلات التي سيتم الحصول عليها من المشروع من الموردين أو أصحاب المواد. 4- أثر المنافسة في السوق ومدى استيعابه لمنافس جديد وإمكانية الحصول على حصة تسويقية مناسبة، ولذلك قد يؤدي إلى انخفاض حجم المبيعات والأرباح ينتهي الأمر إلى الخروج من السوق في النهاية. 5- كون الموقع الذي تم اختياره غير ملائم لممارسة العمل التجاري الجديد. 6- الاسم المعروف وبناء السمعة التجارية، وبناء السمعة التجارية حيث أن عملية تحويل أنظار المستهلكين للمشروع الجديد عملية صعبة، تحتاج إلى إعلان وترويج وإلى تضحيات وإلى عوامل أخرى قد تؤدي إلى نجاح المشروع أو فشله. هذه أهم عيوب تأسيس مشروع جديد، ذكرناها لكم في 6 نقاط، حاولنا قدر الإمكان اختصارها وتسهيلها حتى تصل إلى مسامعكم بطريقة سلسة. والخلاصة، هذه أهم
أيوب، تأسيس مشروع صغير. سننتقل معكم في سنلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة في درس جديد اللي هو مصادر تمويل المشروعات الصغيرة. ستناول فيها حجم رأس مال المشاريع ومعدل الفائدة ومصادر الأموال إلى ما هنالك من المشروعات. إن شاء الله نلتقي على خير، وإن شاء الله تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة. وأي ملاحظة نحن موجودين وعلى استعداد لتلبية أي تساؤل. وشكرا لكم والسلام عليكم.